سعيد أمر في الإعادة حرصت إن أنت تنزل في الإعادة يا أمر، صح؟ أيوه. أمر بيقولوا الشباب ما نزلتش. إيه؟ الشباب ما نزلتش. والله هو كل واحد ورأيه برضه. أنت فاهم إزاي؟ بس مش أكتر. يعني لو في ناس أصلح هتلاقي الناس أكتر نزل. بس كبار السن كان بعض رسالة قال لك إحنا نازلين عشان الشباب. طبعا. المفروض كان الشباب يستجيب، مظبوط؟ اكيد. بس هو الكلام كله انه محدش يعرف حاجه، محدش يعرف المرشحين الموجودين. بس مش عارف هو ده سبب عدم نزولهم، عدم علمهم. هم مش يعني ايه، مش عارفين ان ده كويس ده وحش. هل ده تقصير من المرشحين ان وصلوش الشباب؟ ازاي هل ده المرشحين هل مقصرين ان هم وصلوش الشباب؟ اكيد. ايوه لا، وغطنا اللجنة الانتخابات. مظبوط؟ تمام. تقول لهم ايه بقى انت بقى؟ اقول لهم يا ريت كل واحد يعرف ان او ينزلوا السي في بتاع المرشحين عشان يعرف. وتقولي للشباب تعالوا ابنوا، تعالوا ادوا اصواتكم عشان نبنوا مصر، عشان نبنوا مصر باذن الله.